لا أحاديث متداولة في العراق اليوم أكثر من تلك التي عن ذي قار، الكل يتحدث عنها إما بأسف أو بندم على ما أصابها ويصيبها من إهمال وعدم اكتراث. حتى في أروقة حكومة الذي قاري مصطفى مشتت الكاظمي الذي وعد بأن ذي قار ستنال حصة دسمة جدا من موازنة العام 2021 لعلها تطيب بعض جراحها طويلة الأمد، واستبدل قوات مكافحة الشغب المغضوب عليها من الشارع هناك بقوات الجيش التي لاقت ترحيبا بالورود والهتافات، ويبدو إنه ترحيبا حارا جدا. الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي تناول قضية ذي قار من عدة جوانب، وركز على أن يتم تدارك الأمر بأسرع وقت ممكن لكي لا تخرج الأمور هناك عن نطاق السيطرة. وطالبت الحكومة الشباب المنتفضين في ذي قار بالهدوء لعل الأمور تعود إلى مجراها الطبيعي شيئا فشيئا، وخطبت ودهم عبر قبول استقالة المحافظ السابق والتي كانت أحد مطالب الشباب المنتفضين في ذي قار، وتعيين محافظ بديل عنه ولو مؤقتا وهو الذي قاري أيضا عبد الغني الأسدي. من ضمن التوصيات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء هي أن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الاجتماعية هي واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة هذه، وتركيزها على أهمية حماية المتظاهرين وحماية الحق الذي كفله الدستور بالتظاهرات. الحكومة وجهت أوامر عسكرية واضحة للمنتسبين هناك بعدم استخدام السلاح الحي بوجه المتظاهرين مهما كلف الثمن. فهذه الحكومة التي انبثقت من وضع خاص تأخذ على عاتقها واجب عدم تكرار الأخطاء السابقة بارتكاب أي جريمة مثل استخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين. الحكومة أكدت بأنها لا تسمح للقوى التي تستغل حقها الدستوري بالاعتداء على الأجهزة الأمنية، وقالت إن الواجب يقتضي الحفاظ على كرامة الأجهزة الأمنية ومنع الاعتداء عليها، وعلى الأجهزة القيام بإجراءاتها المثلى لحماية نفسها واعتقال كل من يعتدي عليها. الحكومة كذلك أمرت بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي على أن تتكون من أعضاء في الجيش والاستخبارات والأمن الوطني للوصول إلى حقيقة ما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية. حكومة الكاظمي وفي اجتماعها الأخير قالت إن قرار تغيير محافظ ذي قار هو قرار متخذ منذ عدة أشهر، وأكدت إنها قابلت عشرات المرشحين للوصول إلى اسم يحظى باجتماع وتوافق من قبل أبناء المحافظة، ولهذا ذهب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق عبد الغني الأسدي إلى الناصرية، ومن ثم ذهب وزير الداخلية، وقالت إن هناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية تحاول الوصول إلى اتفاق لحل إشكالية محافظ ذي قار. الحكومة كشفت إن أمامها خيارين اثنين، إما الإبقاء على الوضع نفسه أو إرسال رسالة طمأنينة إلى المواطنين بجديتها في البحث عن حلول، ولهذا اتخذت قراراً بإقالة المحافظ وتكليف الأسدي بإدارة شؤون ذي قار بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد، لا سيما وأن ذي قار مقبلة على حدث عالمي وإنساني مهم وهو زيارة قداسة البابا إليها في شهر آذار الحالي. يلعب مصطفى الكاظمي الآن دور الناصر الأكيد للناصرية في محاولة لتهدئة الأوضاع هناك وكسب رضا الشارع وتحقيق مطالبه التي عجزت عنها الحكومات السابقة، وهذا ما سيتبين في الأيام القليلة المقبلة من متابعة أحداث ذي قار عن كثب.